إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم إخواني الكرام في هذا الاستعراض الجديد لتطبيق جميل وأكثر من رائع. هذا التطبيق حقيقة أفادني كثيرا وقدم لي مزية لطالما أنا شخصيا بحثت عليها. نحن إخواني يوميا يعني نقوم بالبحث في المجموعات على الواتس ونتبادل العديد من الروابط ونقوم بالدخول إلى المواقع ونجد العديد من الروابط، ونود دائما الاحتفاظ بهذه الروابط. هذا التطبيق يمكننا يعني من الاحتفاظ بالروابط وكتابة يعني نبذة عنها. يعني أحيانا عندما نقوم يعني بنسخ الروابط في مثلا المذكرات يعني ننسى لماذا هذه الروابط. هذا التطبيق سوف ترونه إخواني أنه تطبيق جميل ومفيد وعملي جدا، يعني بإمكانك يعني وضع فيه الروابط من أي مكان وفتحها فيه ومشاركتها. يعني سوف لن عندما يعني يطلب منك تطبيق فلن تدخل إلى الجوجل درايف أو تدخل إلى الميديا فاير أو الدروم بوكس، بإمكانك وضع كل روابطك في هذا التطبيق وكتابة عليهم ما شئت. إخواني الكرام، هذا الاستعراض سيكون كالعادة مقسم على جزئين، الجزء الأول للغة الفرنسية والجزء الثاني إلى اللغة العربية. ننتقل على بركة الله، نقوم بفتح التطبيق. هذا هو التطبيق، يعني متوافق 100% وجميل. إذا إخواني الكرام، به إذن هذه Add New للكتابة، يعني كتابة يعني الرابط، وضع الرابط. إخواني الكرام، فلنجرب عمليا. سوف أذهب مثلا إلى جوجل درايف، يعني كل هذه الخطوات سوف يقول لن نعود يعني ندخل إلى الجوجل درايف ونبحث عن التطبيق. جوجل كروم جيميل ماب أقوم بالدخول إلى جوجل درايف وأختار الملف تطبيقات إسلامية جميع مثلا هذا القاموس. أقوم بنسخ الرابط، يكفي أن أقوم بنسخ الرابط. إذن نقوم الآن بالدخول إلى التطبيق. هذا هو، نضغط عليه ونضغط على كلمة Add New. إذن إخواني في هذه الخانة الأولى سوف أقوم يعني بكتابة الوصف لهذا الرابط، يعني هذا الرابط هو أنا أعرفه رابط القاموس. أكتب ثم أضع أضغط على أوكي. الآن مادام عندي الرابط موجود في الحافظة سوف أجده هنا. هذا هو الرابط، أضع موافق. إذن أضيفت عندي الآن، يعني سوف أسحب مرة أخرى. هذه نوكوشي للتحديد لسيليكسيون هذه القاموس لنرى ما الأثر بعد. فيو يعني فيو للتعديل عليها، وهنا لونش للفتح. سأقوم أول وهنا إكسبور إول لمشاركة الرابط الموجود يعني المحدد لمشاركتي إما على الواتس أو على الفيس أو في أي مكان. وهنا ريموف سيليكتد يعني لمحو هذلك الرابط. يا إخواني والله إن هذا التطبيق أكثر من رائع، سنقوم بتحديده. أذهب إلى نوكوشي، قمت بتحديدها. فمثلا بالدخول على فيو يمكنني يعني من تعديل سواء على الرابط أو على الوصف، أو بعدما أقوم يعني لو تعطل رابط أقوم بمحو ذلك وأضغط على إبدات.
http://www.url.url. كاميرا أين؟ close. أضغط على close لن أعدل عليه، أو أضغط الآن على launch. لن أقوم يعني بنسخ الرابط مرة أخرى وأقوم بفتحه، بل هو يملك متصفح بإمكانه فتح الرابط. أضغط على launch. قام الآن بفتحه في الدرايف. رأينا بضغطة زر، سواء كان سوف نجرب كيف يفتح في البلاي ستور ويفتح في اليوتيوب ويفتح في عديد وفي الميديا فاير، يعني عديد المواقع. تطبيق والله رائع. وهنا الإكسبور لمشاركة، أضغط عليها تفتح لي قائمة المشاركة على الواتس. بإمكانني يعني لو أضغط واتساب أشاركه الرابط على الواتس أو أرفعه على الدرايف، نعلم كلنا المشاركة. أو أقوم بمحو، رأيناهم، وهذا الريموف سيليكتر أضغط عليها، يعطيك خيار هل تود حذف التطبيق الرابط. نضغط على ديليت يعني سيبريمي الحذف، تم حذفه. إذن سوف نجرب الآن، مثلا نذهب إلى البلاي ستور وندخل إلى أي تطبيق كان. هذا التطبيق لعمل أرقام أمريكية، سنقوم بشرحه في مرة لاحقة. نذهب إلى مشاركة، ومنها واتساب بارتاجي، كوبي دون لو بريس بابي. اذا نقوم بالعوده وندخل الى تطبيقنا الجميل. هذا هو، نذهب الى نيو، هذا هو اد نيو، نضغط عليها واكتب رقم امريكي تطبيق. تاء نون تاء مربو ألف مقصود ألف 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 ميم مي ألف مق را را كاف ميم يا غطوري ميم كاف كاف باء يا يا. إذن في الخانة الأولى نضغط يعني نكتب الوصف ونوافق بالموافقة، ثم في الرسالة الثانية نجده الرابط منسوق آليا ونوافق مرة ثانية بالأوكي. إذن رقم أمريكي، رأيناها أصبحت رقم أمريكي. أقوم بتحديدها سيليكسيون وأذهب مثلا فيو لونش يعني فتح، لونسي يعني بالفرنسية. أضغط عليها فتحت عندنا في البلاي ستور. يا أخواني أليس هذا مفيد؟ وأيضا في اليوتيوب وفي كل مكان بإمكاننا نسخ رابط في اليوتيوب ونسخ. لن أطيل عليكم الفيديو، ستجدون الرابط أسفل الفيديو. ورجاء لا تنسوا أخوكم من صالح دعائكم، أنا لست محتاج إلى الأعجابات أو للتعليقات، محتاج منكم إلا الدعاء أخواني، فلا تبخلوا على أخوكم، لأني والله أمضي وقتا طويل للبحث على هذه التطبيقات الفريدة والمفيدة، وخاصة تكون متوافقة معنا. أشكر لكم حسن انتباهكم، وانتظرونا في الاستعراض الثاني بالعربية. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أخواني الكرام في هذا الاستعراض الجديد لتطبيق جميل ورائع ومفيد. هذا التطبيق يمكنك يعني من أخذ نسخة من الروابط للمواقع للتطبيقات لكل رابط انترنت، وتضعه وتكتب له وصف تطبيق مفيد وجميل ورائع. نقوم بالذهاب مثلا إلى أول شيء، نذهب مثلا لنسخ رابط عن طريق جوجل درايف، أو مثلا سوف نقوم بنسخ رابط من المتجر. التطبيق الرسائل جهات مجلد مجلد متجر بلاي مثلا متجر بلاي، متجر بلاي. نختار أي تطبيق، المحتوى المقترح لك التطبيق هنا أنت مثلا هذا بحث في
مزيد من الخيرات. نذهب إلى مزيد من الخيارات. مشاركة. مزيد من يكفي الخيارات. أن أقوم بنسخ. مشاركة واتساب. مشاركة سحب الشاشة. مشاركة واتساب. حفظ إلى نسخ إلى الحافظة. نسخ إلى الحافظة. تم النسخ. إذن تمت الآن النسخ. نقوم بالذهاب التطبيقات إلى تطبيقنا الرائع. مجلد الطريق إلى واتساب. Deep Flinks. Orange Plus. Flinks. Orange. Save Page. Smarts. YouTube. البحث في الهاب. YouTube. Smart. Save Pages of. Orange Plus. Flinks. D. Your. واتساب. ترجم. الهاد. المقطع. الضب. الصوت. الساعة. الرسم. الحاس. أخبار. أربعة. هذا هو التطبيق. نقوم بالدخول إليه. إذن قلنا التطبيق سهل ومتوافق، جميل جدا ومفيد، أفادني شخصيا كثيرا. يعني لا حاجة من اليوم للدخول إلى درايف أو الميديا فاير، يكفي أن نقوم بنسخ الروابط وعمل لها اختصار. أربعة. إذن أربعة. نذهب إلى Add New ونضغط عليها. إذن هنا في مربع التعديل نكتب اسم التطبيق أو اسم الرابط، أي شيء يعني للتطبيق. مثلا سوف أكتب أي شيء لأني لا أعلم تطبيق ماذا. نكتب أي شيء يعني، ولكن ليس أي شيء يعني، هذا للتجربة فقط. ثم نذهب إلى موافق. إذن آليا سوف نجد الرابط منسوخ، نضغط على موافق. إذن لم يتم التحديد مربع وقت السلام. هنا أصبح السلام اللي هي يعني الرابط للتطبيق، اختصار الرابط. سأقوم بتحديدها لتجربة بقية الاختيارات. هنا فيو نقوم بالدخول إليها وهي للتعديل على الرابط. بعدما نقوم يعني هنا نقوم بالكتابة، يعني نقوم بكتابة أي شيء ونضغط على أبديت. أرجو أن تكون واضحة هذه الفكرة. وهنا يعني عندما نقوم بالعودة نقوم يعني بإمكاننا تغيير الكلمة يعني المفتاحية. وهنا لونش لفتح الرابط، سوف أقوم بفتح ذلك الرابط، أضغط على لونش. جارين التحميل https://play.google.com/store/apps/details?ID=scum.sudiri.com. Open screenshot. تم فتحه. Open screenshot. واحد. في المتجر. كما رأينا. إذن. launch. comma. ذلك launch. exporter rules. وهنا exporter للمشاركة. البلوتوث. أما على البلوتوث وان درايف سكايب ويفي. مختلف ويفي. المنصات يدعم الواتساب والفيسبوك سكايب. والترجمة البلوتوث. هذا هو واتساب للأعمال. واتساب للأعمال. حفظ إلى كما رأينا يعني تطبيق جميل جدا. وهنا في مكان ريموف سيليكتر لمحو ذلك الرابط، نضغط على ريموف سيليكتر ونضغط على ديليت، نوافق لديليت. تم حذف الرابط، وبإمكاننا يعني أي رابط نقوم بنسخه سواء من الانترنت أو يعني سأقوم مثلا من في جوجل درايف، أخذ رابط من جوجل درايف. التطبيق الانترنت الرسائل جهاتي للمجلد. مجلد جوجل. أدخل إلى جوجل درايف. جوجل كروم جيميل خر يوتيوب درايف مثلا جوجل درايف. يعني بإمكاننا مزيد من الإجراءات للمستند المجموعة المتكاملة لبرامج الأنظر ويد لم كيفوفينه ديال. مزيد من الإجراءات للمستند المجموعة المتكاملة مثلا هذا رابط المجموعة الذي قاموا به الإخوان على عرض خصائص مجموعة مشاركة أندرويد المكفوفين. المشاركة برابط نسخ الرابط. يكفي أن نقوم بنسخ الرابط ونعود إلى تطبيقنا الرائع. شاشة أربعة. هذا هو أربعة. إذن نذهب إلى Add New. Add New ونكتب مربع تعديل. هنا نكتب مثلا ألف 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 لام
التطبيقات. بالله يا إخواني ملاحظة، أود شكر كل الأخوة الذين ساهموا في عمل هذا المجلد لأنه أفادنا جميعا كثيرا، ونشكر الأستاذ محمد عبد الفتاح لنشر هذا الرابط ودعم الجميع. ونضغط على موافق. إذن آليا كما رأينا سوف نجد الرابط هنا منسوخ، نضغط على موافق. إذن هنا نقوم بتحديده. إذن فيو هنا للتعديل عليه، ولونش للفتح نضغط عليها. جاري فتحي drive.google.com. إذن بإمكاننا بضغطة زر يعني واحد XVJ WR Noxes 6 YPRZ UW التبديل من العرض على شكل شبكة إلى العرض على شكل وقا حزمة ملف ثنائي رسم كما رأينا ملف ثنائي قاموس مستخدم فوكاليزر مرسل من التفاصيل. تطبيق جدا رائع جميل مفيد، أرجو أن يعجبكم وأرجو أن تستفيدوا منه، وأرجو أن لا تنسوا أخوكم من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.